كواليس الفيلم كانت عامله ازاي واخبار التصوير كانت ايه؟ لا الكواليس كانت حلوه قوي قوي، واتمنى ان شاء الله ان الفيلم يعجب الناس. هو فيلم لايت وكوميدي ولذيذ، فان شاء الله باذن الله يعجب الناس. شايفه ايه ردود الفعل هتكون ايه مع الناس مع الفيلم ده؟ مش عارفه، متوتره قوي عشان ده اول فيلم ليا، فمتوتره جدا، بس ان شاء الله خير. ايه كان اصعب مشهد صورتيه؟ مشهد كده في كده فايت بتحصل، شايفه ده كان اصعب مشهد. طب ايه اكتر المشاهد اللي كانت بالنسبه لك حلوه قوي في كواليسها وانت بتصوريها؟ الفيلم كله، بس الفيلم كله كان كواليسه حلوه قوي قوي قوي، بس اكتر مشهد مش عارفه، بس يعني لا الفيلم كله. كلميني عن دورك، شايفه ان هو دور مميز مختلف عن كل الادوار والنجاحات اللي انت حققتيها قبل كده ولا ايه؟ يا رب ان شاء الله، دي اول تجربه ليا في السينما، فان شاء الله تبقى حلوه.